اني والله انتظرتها من احمد الشناوي ولكنها اتت من محمد الشناوي. اه والله لما اتفرجت على المباراه وبدايتها كده وقلت تكيس بيحب جدا الجون اللي بيلعب برجليه، فعلشان كده الشناوي بيلعب اساسا على شريف اكرامي اللي هو اساسا اي حارس معدي يلعب اساسا على شريف اكرامي لو عايز تبني الكره من تحت، فمتقبلها عادي. وكمان كنت متقبل ان احمد الشناوي هيخربها لا محاله، بس فجاه مره واحده كده لقيت ان محمد الشناوي هو اللي مقرر ان هو يثبت للناس ان انا روح مانويل نوير حضرت النهارده. اه روحت ان احنا هنبدا من تحت، وروح ان انا هطلع برجلي، وروح ان انا هلعب كل كرة زمايلي رجعوها لي على الارض. لا احنا طلبت معايا النهارده اللي هو الشناوي، احنا اساسا بنلعب على الكرات العاليه والطوليه لمحمد شريف، انت عايز تبني من تحت يا شناوي؟ بس قلت عادي الكلام ده مفيش فيه اي مشكله، احنا وبيراميدز في المباراه لعيبتنا فايقه، ما عندناش اي مانع خالص ان احنا يكون جيم طويل تكتيكي، جيم دفاعي، بيراميدز تدافع، بيراميدز تهاجم، احنا جوه الملعب عندنا روح وعندنا حماس. الطرد بتاع دونجا قتل المباراه بالنسبه لعيبه بيراميدز واجبرهم ان هم يرجعوا يدافعوا غصب عنهم، وكان طرد مباشر يستحق بصراحه دونجا الطرد المباشر. كانش عندي اي مانع خالص ان انا انزل الشوط الثاني افضل حاصر بيراميدز اجيب الاول واجيب الثاني، وما يبقاش عندي اي مانع ان انا اجيب الثالث. حتى كمان لما دخل فيا هدف وتم احراز هدف عن طريق هجمه مرتده، ابراهيم عادل بيستلم واحده من رمضان صبحي ومحمد الشناوي بيغلط في توقيت خروجه من المرمى علشان خاطر ابراهيم عادل اللي كان قرب يقع في الالتحام مع علي وديانج يلعب كره هايفه، فتلاقي ان مفيش حد في المرمى وتعدي وتلاقي ان احنا هدف اول محمد الشناوي هو اللي غلط فيه بعد ما كنا بنعدله كل البساط، وان هو النهارده مقرر يلعب برجليه، عدينا له كل الكلام ده، قلنا هنركز وان شاء الله باذن الله هنكسب. موسيماني قرر ان هو يعمل تغييرات ومنزل حسين الشحات من اول الشوط الثاني علشان خاطر محتاج يمسك كوره علشان بيراميدز هيرجعوا يدافعوا بال10 لعيبه قدام الجول، وحسين الشحات ربنا يوفقه ويجيب الهدف الاول. تمام، مش عندي اي مانع خالص ان حسين الشحات يزيد على انستجرام ولا على فيسبوك وصور الاحتفال بالهدف وان انا لعيب حاسم وان انا لعيب، ما كانش عندي اي مانع بجد والله في الكلام ده خالص، ولا كان عندي اي مشكله لما نزلت كهربا اللي بيحنكش ينزل يلعب النهارده، ولا كان عندي اي مشكله خالص ان كهربا بيجري كده والكره جت كده وهو سجل الهدف الثاني وكهربا قاعد يبص في التيشيرت والشعار، ما كانش عندي برده مشكله فيها خالص. بس عندي مشكله لما انت في اخر دقيقتين تبقى كسبان بيراميدز وبيراميدز طلعت هجمك علشان بيراميدز ما عندهاش حل غير كده، فتقرر ان انت تلعب كره لتحت، ودي عتابي على مجدي قفشه اللي هو انت كنت ممكن تلعب الكره دي ناحيه الناحيه الثانيه ناحيه حسين الشحات، او كنت ممكن تلعب الكره دي على شمالك مثلا لعلي معلول، او كنت ممكن تلعب الكره دي لاي حد، انما فكره ان انت ترجع لورا وترجع للمساك بتاعك انت بتهرج لان انت زنقت اللعيب المساك بتاعك، لان احمد الشيخ ضغط عليه فاضطر ان هو يرجع لمحمد الشناوي، فالشناوي ما عرفش يستلمها، فهوب ايريك تراوري جاب الهدف الثاني، هوب طلعت متعادل في مباراه ما اعرفش انا طلعت متعادل فيها ازاي. اه والله بجد يعني انا لحد اخر دقيقه بقول مين هيسجل الهدف الثالث، اه والله يعني بوستوليرو ممكن ينزل يعملها ويسجل، لقيت ان بوستوليرو فعلا نزل بعد ما لبسنا الهدف بتاع ايريك تراوري، بس استغربت اللي هو انت منزل مروان دلوقتي اتنين بي ايه، بس هو الراجل ما كانش عامل حسابه في كل الفيلم الهندي اللي حصل عنده في خط الدفاع في الدقيقتين ثلاثه دول. قفشه مره واحده تضرب معانا احنا عايزين نمشي كره من تحت من رجل لرجل بقى، والكره من رجل لرجل دي تروح لمحمد الشناوي، والشناوي ياخدها نلعب لبدر بانون، وبدر بانون ياخدها ننزل لعمرو السليه. ايه يا جماعه في ايه يا جماعه؟ كان في لعيبه رجاله في الشوط الاول عملت دورها على قد ما تقدر زي حمدي فتحي، عملت مباراه عالميه زي اكرم توفيق، عمرو السليه برده برغم ان هو كان شفاف بس الراجل بيحاول على قد ما بيقدر. محمد مجدي قفشه عمل مباراه مثاليه بس اخر دقيقتين قرر ان هو يتدلع. في لعيبه ما استحقتش النهارده ان هي تطلع متعادله، في لعيبه ما استحقتش ان هي تطلع خسرانه نقطتين، بس في لعيبه النهارده كانوا يستحقوا ان هم يخسروا ثلاث نقط منهم محمد الشناوي. وهي دي المشكله كلها لما تلاقي ان اللعيب اللي كان عندك رمز للقياده ورمز الروح جوه الفريق بدا يتدلع لمجرد انه حس انه ما عندوش بديل، ودي الازمه اللي احنا بنعاني منها في النادي الاهلي، ان والله انا ما عنديش حارس مرمى محترم ممكن يبقى مكان محمد الشناوي مباراه او مباراتين لمجرد ان انا قررت اعاقب محمد الشناوي. ما عنديش ليه؟ لان علي لطفي المستوى ما بينه وبين محمد الشناوي في جاب كبير جدا في النص، فالموضوع صعب جدا. هتقول لي لا بيراميدز عملت مباراه مثاليه ومباراه جيده بالنسبه لها بما انها لعبت شوط ثاني كامل ب 10 لعيبه، اقول لك متفق معاك، بس برغم كده بيراميدز كان ممكن يخسر باثنين وثلاثه عادي، لان برغم ان احمد الشناوي عمل مباراه كويسه بس خط الدفاع اللي قدامه اذا كان احمد سامي واحمد ايمن منصور كان عندهم مشكله كبيره جدا ان هم يطلعوا الكره من تحت من اول دقيقتين. لا الاهلي كان ممكن يكسب والماتش كان ممكن يبقى سهل، بس هي في لعيبه قررت كده ان هي والله هبوظ فرحه كهربا وفرحه حسين الشحات والزطه بتاعتهم. اه ممكن يكونوا ان هم رحمونا من هري كتير جدا كان هيتقال على رمضان وعلى عبد الله وعلى فتحي وعلى اكرامي، بس برضه هم حرقوا دمنا للامانه بتاعت ربنا يعني.
فكان الموضوع صعب بالنسبه لك انك يعني تفرح لان اللعيبه دي كانت مستحقيه، واقفه مع نفسها واقفه مع الجمهور ان انتوا بداتوا تدلعوا، ولا تسعى ان انت مباراه كنت تستاهل تطلع كسبان فيها وللاسف الشديد طلعت متعادل فيها، ولا تفرح ان في جمهور كده يحترمك ويعمل لايك او سبسكرايب للفيديو، او ممكن كمان هو بيعمل ديسلايك يقول لك واي عمل ديسلايك. بس عزيزي شكرا انك كملت لحد الحته دي في الفيديو لانك كده شخص مميز جدا بالنسبه لي عزيزي.